السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا موقع اسمه ريكورد كاست، ده بيعمل ايه؟ بيسجل لك الشاشة بتاعتك بكل سهولة. تقدر تسجل الشاشة والشرح بتاعك، هتقول له كرييت باي ريكورد او كرييت ا فيديو بالشكل دوت. فبيقول لك انت عايز تسجل السكرين والويب كام، ولا سكرين اونلي، ولا الويب كام اونلي. ده اونلاين من غير ما تسطب اي برنامج خالص، فاقول له سكرين اونلي. فبيقول لي طب ادينا بقى امكانيه ان انا اخد الميكروفون. خلاص خد الميكروفون، الميكروفون والسيستم اوديو، بحيث لو في اي صوت تمام، او الميكروفون بس او السيستم اوديو زي ما انت عايز اهوت. ويقول لي انت محدود بخمس دقايق، اعمل شير للاوديو بالشكل دوت. ضغطت، فبيقول لي اختار الحاجه اللي انت عايزها. فممكن نقول له احنا عايزين مثلا ديت، واعمل لها شير. فكده اي حاجة انا بعملها هو بيبدأ ان هو يسجلها. وبعد كده تقدر تقف التسجيل وتقدر تقول له ري ريكورد، يعني عايز تسجل تاني، او داونلود اند اديت، تقدر تحمل الملف ده وتعادل فيه زي ما انت عايز. ولو جيت هنا هتلاقي ان انت تقدر ترجع ليه. شوف بقى بيقول لك ايه، شنج يو ميد نوت سيف. اوكي، قالها هو بيبدأ ان هو ده الشرح اللي احنا عملناه. ممكن تعمل له داونلود اند اديت لو انت عايز ان انت تسيبه. وهو هنا بيفتحه لك بحيث ان انت تقدر ان انت تقص اجزاء معينه، تقدر ان انت تعمل اديت في امكانيه ان انت تحط اشكال معينه، تقدر تحط خلفيه معينه، تقدر ان انت تحط تكست معين، تكست حركات انتقاليه وترمارك زي ما انت عايز، وتقدر تعمل اكسبورت للفيديو بتاعك.